مشروع فريد من نوعه، لأنه هو الأول في القطاع تقريباً، والحمد لله أنه لغى النجاح، حتى لو بسيط فهو ناجح. بدايتي مع يومي بتبدأ من فوق، جزء بنتبه لشجر الألوفيرا، بتم العناية فيه يومياً، بحتاج الصبار لشمس خفيفة، بحتاج لعناية سقية، بحتاج لسماد، بعدين نقطف الورق اللي بكون فيه كمية جل مناسبة. بتبدأ العملية الثانية لما بنزل هنا على بيتي، هاي الغرفة خصصتها من بيتي لمشروعي، بنتج الصابون الطبيعي، بدخل فيه كمية ممتازة من جل الألوفيرا. شاركت أنا وزوجتي في الأفكار، فأجتنا فكرة أنه نأخذ هذا الجل ونعمل منه صابون طبيعي خالي من المواد الكيماوية، مزيج من الزيوت الطبيعية برضو، واشتغلنا على هذه الفكرة. زرعت تقريباً 30 جردل أو جوار زي ما بيحكوا، والحمد لله وبلشنا نأخذ منه، لكن زراعة قليلة والإنتاج قليل، لأنه أنا زارع كله هيتو على سطح المنزل. الصابون أنا بتم هنا تصنيعه مع زيوت طبيعية، زيت الزيتون، زيت جوز هند، ممكن أدخل زبدة الشيا معه. بدأت رحلتي مع تصنيع الصابون كهواية، أنا مبسوطة منها كثير. كنت أبدأ تعليمي عبر مواقع السوشيال ميديا، وبعدين أنا طورت من نفسي من شخصيتي، أخدمت هذا المشروع كهواية، وبجانب أنه يزيد علي الدخل للبيت، بما انه عندنا الدخل نسبه متدنيه نوعا ما، فانا بساند زوجي وبساند اهلي واسرتي من الدخل، لو كان بسيط حتى بحاول ان انا اساعد فيه.